كان عادي ان الارجنتين اليوم غادي تلعب بهذه القوه هذه. خصكم تعرفوا ان البارح كانت فاش لعبنا مع الارجنتين كانت الارجنتين مصنفه ثالثه عالميا، فاش تهزمات اليوم صبحات الرابعه باسكو التصنيف تيكون عندنا باغ جوغ في الفوتسال، فكان من المفروض انها ترجع للمكان ديالها. كانت قتاليه كبيره، كانت حنا ما عندناش يعني تجربه في هذه المباريات المستوى العالي، كان واحد شويه الارتباك، كانت ديك لا ديفياسيون في بريمير ميتون، لكن اللي فرحني بزاف هو ديك لا رياكسيون ديالنا في دوزيام ميتون، ولا رجعوا للمباراه ولا محاوله واحده في الشوط الثاني ديال المنتخب الارجنتيني. بدلنا لي سيستيم، درنا عليهم الباور، رجعناهم في المنطقه. احسن عنصر فيهم كان هو الحارس، يعني كانت المحاوله هذا راه ما سهلش انك تضغط على بطل العالم وبطل كوبا امريكا ووصف عاوتاني بطل العالم في النسخه السابقه. والحاجه اللي صراحه زادت فرحتني هي جمهور تبارك الله تيفهم سالينا المباراه وتيغوتوا باسماء اللاعبين والطاقم والمدرب، لانهم كل دقيقه كل جوج دقائق كانت محاوله، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وحنا اليوم انا تنقول احنا راه عاد بدينا تنتعلموا اننا كيفاش نكونوا في المستوى العالمي، والطموح ديالنا هو نوصلوا لذاك توب 10 ان شاء الله عالميا. فدائما كاين اختلاف، هو اولا عامل المفاجاه، ثانيا احنا كما قلت لك احنا اللاعبين ديالنا راه لعبنا جوج مباريات في 24 ساعه، يعني البارح بالليل ولا جيتي من 10 ل 10 24 ساعه. ثانيا احنا راه لاعبين صايمين في رمضان، مع ما يمكنلكش تعطيه الدريه كل شيء حاجه في الفطور، يعني غير داك الشيء انرجي باش يقدر يقاوم. راه بزاف هما عندهم لي موان دو ريكوبيراسيون تبارك الله، هما الصوم راه صعيب، فهادو بزاف ديال العوامل اللي خلاتنا شويه المنسوب البدني ينقص، ولكن رده الفعل وخصوصا تكنيكمون تكتيكمون كنا افضل في الشوط الثاني.